أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. يا أحلى عائلة، شلونكم كيكاتي؟ أتمنى كلكم تكونون بخير. اليوم حبيت أشارككم من ألذ الشغلات اللي نحبها برمضان، اللي هي وصفة اللقيمات أو لقمة القاضي أو العوامات، حسب شنو كل شخص يسميها. ما راح أخلي المقدمة عليكم طويلة، يلا تعالوا خلونا نبدي بالوصفة. إذا سويتوها لا تنسون تشاركوني بالصور وين على الانستغرام حتى أشاركها بالستوري. هسه يلا تعالوا خلونا نبدي بوصفة اليوم. بالنسبة المكونات أو مقادير العوامات أو لقمة القاضي حسب شنو تسموها، كوب واحد من الدقيق أو الطحين، كوب إلا ربع من الماء، نصف ملعقة كبيرة من السكر، ربع ملعقة صغيرة من بيكنج باودر، ملعقة كبيرة خمرة فورية، فانيلا، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، وملعقة كبيرة من زيت الذرة. راح أضيف كمية من الماء، راح أخلي عليهم ملعقة كبيرة من الخمرة الفورية ونصف ملعقة كبيرة من السكر، وراح أحركهم. بعدها راح أضيف كوب واحد من الدقيق، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ربع ملعقة من البيكنج باودر، فانيلا، وراح نحرك. مع إضافة الماء تدريجيا. بعد ما تجانست عندي كل المواد راح أضيف ملعقة الزيت حتى نحصل على عجينة مطاطية. وأكيد تقدرون تضاعفون الكمية حسب عدد أفراد أسرتكم. مثل ما تشوفون العجينة شلون مطاطية، هي هذه عجينة العوامات، لازم تكون مطاطية بهذا الشكل. وراح أغطي العجينة وأتركها ترتاح نص ساعة أو لحد ما تضاعف حجمها. وهسه يلا خلونا نروح نسوي الشيرة أو القطر. الشيرة أو القطر راح نضيف كوب من الماء وكوبين من السكر. راح نحركهم على البارد وبعدها نشغل النار، ولما تغلي راح اشوفكم شنو راح اضيف لها. بعد الغليان راح اضيف لها تقريبا ملعقة من عصير الليمون او ملح الليمون او اللمندوزي، نعطيها تحريكة خفيفة وبعدها راح نصي النار. راح نضيف لها الهيل او اي نكهة عطرية انتم تحبوها، راح نتركها تغلي لمدة 5 دقائق على نار هادئة، بعدها نطفيها وبعدين مستحيل تشكر. هسه صار الوقت نشوف العجينة مالتنا بعد ما تضاعف حجمها واختمرت. طبعا هسه راح نبدي بطريقة القلي. من اهم الاشياء اللي تخلي العوامات او لقمة القاضي مقرمشة هي اضافة نشا الذرة، فضروري تضيفوه، وطبعا راح نقليها بزيت الذرة همية. راح
نحرك العجينة حتى نطلع الهواء منها. مثل ما تشوفون العجينة مطاطية جدا، هو هذا من أهم أسرار نجاح العوامات أو لقمة القاضي. يلا خلينا نروح على القلي. طبعا هنا أنا راح أقليها على نار هادئة، ما يصير تقلوها على نار عالية. العوامات أو لقمة القاضي تحب تستوي على كيفها. طبعا أنا بالنسبة لي أشكلها بصراحة بهاي الطريقة، طريقة تشكيلها تبقى أنتوا حسب شلون تحبون، ويفضل تسووها بيج نوع من الملاعق حتى تطلع دائرية. هاي الطريقة اللي إحنا كنا متعلمين عليها يعني. بهذا الشكل عصروها، هي راح تطلع دائرة وياكم. العوامات تحب قلي على نار هادئة وتحب تحريك مستمر. طبعا انا راح اشكل كمية وبعدين ابدي احركها بالشفشير. صراحة ما اعرف الشفشير شنو، الى اسم ثاني عذروني يعني، مرات تخوني غير لهجة يعني، خلص هاي لهجتنا شفشير اللي هو هذا. اوكي صح، هذا شنو تسموه بلدكم باعتبار اكو بنات يتابعوني من غير بلدان هم. انا راح اكتفي بهاي الكمية، هذه اخر واحدة راح اسويها، راح نبدي نحرك العوامات بهذه الطريقة. هنا الشيرة عندي بردت وجهزتها، يعني جاهزة يمي، كلها تجهزوا يمكم حتى كلها يكون تمام. طبعا اذا اكو احد وياكم مثلا واحدة تشكل وتقلي واحدة تخلي بالشيرة، هاي بعد يقولون اذا تعاونت ما ذلت، بس انا وحدي ما عندي احد يساعدني. اسابوا لي بس يسمع هاي الحكاية راسا ينتهز الفرصة يقول لي مو دا اقول لك اجيب لك واحدة وياك تساعدك. طبعا هو مو قصده واحدة تساعدني، لا يعني مساعدة منزلية، لا هو طبعا قصده يتزوج. فالحمد لله والشكر احنا النسوان 10 ديانات، كل شي نقدر نسوي بنفس اللحظة، ما نحتاج لا مساعدة ولا هم يحزنون. والهذا اللي دا استعمله الشفشير ترى هو سيليكون، ادري انكم راح تقولوا لي بلاستيك مو زين، حبايبي هذا سيليكون، اني ما استعمل البلاستيك والسيليكون امن. خليها فد 3 دقائق بالشيرة أو دقيقتين ونطلعها. طبعاً أنا أحب أصفيها من الشيرة همين. القيمات ما تحلى غير برشة من الفستق حلبي. ولهنا خلصت وصفتنا، وصلنا لنهايه الفيديو همين. اتمنى فيديو اليوم عجبكم واستمتعتوا وياي. اذا سويتوا الوصفه لا تنسون تشاركوني صورها على الانستغرام، واتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله. مع الف سلامه وباي باي.